مشاهدينا خلينا نروح لموضوع اخر ومحافظه اخرى، نروح لسوهاج. يعني فعلا يا جماعه تعالي نروح من ارض الخياله في القاهره لمحافظه سوهاج، لان العمل موجود في مصر في كل يعني المجالات وفي كل شبر من ارض مصر تحديدا، لكن هنا نوع عمل مختلف. ايه هو؟ محافظه سوهاج قدرت ان هي تحتل المركز الاول على مستوى الجمهوريه في قطاع محو الاميه. ايه اللي حصل؟ فرع هيئه او الهيئه العامه لتعليم الكبار بسوهاج قدر ان هو يحقق اعلى معدل بمحو أمية 19,032 مواطن ومواطنة من أبناء المحافظة. خلونا نتعرف أكتر على يعني الخطة اللي تم وضعها في المحافظة للوصول للمركز الأول من الأستاذ محمد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج اللي معانا عبر الهاتف. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ محمد. يعني أستاذ محمد مجهود كبير، وبنهنئكم طبعا على المركز الأول في محو الأمية لأبناء المحافظة، لكن بنتكلم على 19,032 مواطن ومواطنة، رقم كبير. إيه تفاصيل الخطة اللي تم وضعها عشان نقدر نحقق المركز الأول والرقم ده؟ الحقيقة إن العمل في الهيئة العامة لتعليم الكبار عمل علمي منظم مبني على تخطيط، بيدرس الواقع، يرصد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات. ده العمل اللي بتجري عليه الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. حقيقة إن هذا الرقم لم يأتي من فراغ، صحيح. وإنما يعني أتى في ضوء مجموعة من الاعتبارات، أولها التطوير اللي أحدثته الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ الدكتور عاشور عمري في المنهجيات المستخدمة في تعليم الدارسين الكبار. هذه المنهجيات صارت اكثر قرب من قضايا ومشكلات الاميين الصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وكمان بقت اكثر قدره على تلبيه طموحاتهم من خلال التعلم في السكون محو الاميه. فالهدف ليس فقط اكساب الدارسين مهارات القراءه والكتابه فحسب، وانما جعلهم اكثر قدره كمان على حل مشكلاتهم وتغيير حياتهم للاحسن. الامر الثاني ان في مبادره تم تدشينها هنا برئاسه معالي الوزير طارق الفيقي محافظ سوهاج، مبادرة سوهاج خالية من الأمية بالشراكة مع جامعة سوهاج، والمتابعة الدائمة من معالي الوزير للجهود المبذولة على مستوى جامعة سوهاج وكل الشركاء في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في محافظة سوهاج. الأمر الثالث القوافل الإعلامية اللي احنا بننفذها في القرى المستهدفة، وعلى الأخص قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القوافل في لم تستهدف فقط الأميين اللي احنا معنيين بإلحاقهم بفصول محو الأمية وتعليم الكبار، وإنما امتدت كمان لتشمل أصحاب الرأي وصناع القرار المؤثرين عشان نضمن بيئة داعمة لعمليات التعليم والتعلم الاستدامة في محو الأمية وتعليم الكبار. طيب أستاذ محمد، الحقيقة أنه رقم كبير وإنجاز الحقيقة كبير جداً، بس عايز اعرف من حضرتك ازاي بيتم تحديد القرى اللي بيتم فيها تطبيق هذا المشروع طبعا محو الاميه، وهل في خلينا نقول مثلا محفزات لتشجيع الاهالي ان هم يشتركوا في برامج محو الاميه؟ طبعا احنا محافظه سوهاج من المحافظات اللي بتتسع فيها نسب الاميه، وبالتالي احنا بنعمل في كل قرى المحافظه. طبعا الاولويه للقرى اللي بتتسع فيها معدلات الاميه عن اخرى، كمان الأولوية في هذه الفترة لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فنعمل تنمية متكاملة جنبا إلى جنب مع العمران اللي بتشهده هذه القرى. في جملة كبيرة من الحوافز بتقدمها الهيئة العامة لتعليم الكبار، بعض هذه الحوافز حوافز أدبية وبعضها أيضا حوافز مادية جنبا إلى جنب مع الحوافز التي يقدمها الشركاء. الهيئة العامة لتعليم الكبار بتقدم حافز مالي للمعلمين المشاركين في برامج محو الأمية عن كل دارس ناجح قدره 300 جنيه، فضلا عما تقدمه أيضا من برامج تأهيلية وتدريبية لهؤلاء المعلمين المشاركين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار، بحيث يكونوا أكثر قدرة على التفاعل والتواصل مع الأميين وأكثر قدرة على تطبيق المنهجيات الحديثة اللي بتنفذها الهيئة العامة لتعليم الكبار. ايضا جامعه سوهاج بتقدم جمله من الحوافز للطلاب المشاركين فيها، ايضا الشباب والرياضه كاحدى الجهات الحكوميه الفاعله في مجال محو الاميه وتعليم الكبار في محافظه سوهاج ايضا تقدم حوافز ماليه جنبا الى جنب مع الحوافز الماليه التي تقدمها الهيئه العامه لتعليم الكبار.
ذلك على مستوى المعلمين المشاركين في برامج محو الأمنية لتعليم الكبار، لكن أيضا هناك حوافز للدارسين الذين يلتحقون بحصول محو الأمنية لتعليم الكبار. الهيئة العامة لتعليم الكبار لا تكتفي فقط باكتساب هؤلاء مهارات القراءة والكتابة والحساب، وإنما أيضا من خلال الشركاء بتعمل على اكتسابهم مجموعة من الحرف ومجموعة من المهارات. يعني هو بالتأكيد يا أستاذ محمد ده مجهود كبير جدا أنتوا بتقوموا به في سوهاج تحديدا في محافظة سوهاج يعني، لكن المجهود ده تم تكليله في النهاية بحصولكم على المركز الأول، فطبعا لكم كل التحية والتقدير والشكر على يعني محو أمية الكثير من أهالي محافظة سوهاج سواء كانوا مواطنين أو مواطنات. الأستاذ محمد الدالي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، بنشكرك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.